أهلا بكم. انتقدت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى ناهدة الدايني إيقاف وزارتي الزراعة والتجارة استيراد الحنطة من منفذ مندلي سومر، وقالت النائبة الدايني إن دوائر الزراعة والتجارة في المحافظة تعتمد المحسوبية والمنسوبية في عملية الاستلام واحتساب الخطة الزراعية، ما فاقم من معاناة فلاحي المحافظة. وأضافت الدايني أنه من الخطأ استيراد محصول الحنطة عن طريق منفذ مندلي سومر في موسم تسويق الحنطة المحلية لسيلوات محافظة ديالى، مطالبة بتعويض المتضررين الذين أحرقت مزارعهم، مؤكدة أن عملية الحرق نفذت بفعل فاعل. قالت دائرة زراعة ذي قار إن كميات الحبوب المسوقة من الفلاحين في المحافظة من محصولي الحنطة والشعير بلغت 124,500 طن. وأضافت الدائرة أن التسويق تم في 4 مراكز تسويقية أعدت لاستقبال كميات الحبوب المسوقة في موسم الحصاد، حيث حصدت أغلب المساحات الزراعية ولم يتبقى منها إلا القليل. أعلنت شركة غاز بروم الروسية عن رفع مستوى إنتاج النفط في حقل سرقلة المعروف بحقل كرميان في كردستان العراق إلى مستوى قياسي. وكان البئر رقم 2 في حقل سرقلة بدأت بإنتاج النفط الشهر الماضي، وارتفع إنتاج النفط في الحقل إلى 35,000 برميل يوميا، حيث يستطيع البئر رقم 3 في الحقل إنتاج 12,000 برميل من النفط يوميا. أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية ارتفاع الصادرات الأردنية إلى العراق خلال شهرين. وقال المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي إن الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية شهدت ارتفاعاً واضحاً هذا العام، حيث زادت بنسبة 3.74% وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى العراق خلال شهري كانون الثاني وشباط من هذا العام حوالي 59 مليون دينار. أطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين 3 إلى 15 ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية. وقال المكتب الإعلامي للمصرف إنه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من 2900 موظف الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف وحصلوا على البطاقة الإلكترونية. وأوضح إن صرف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون ثم إبلاغ الموظف عبر إرسال رسالة نصية تخبره بمنحه السلفة، وذلك بعد أن استكمل كافة الإجراءات القانونية. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.